بالنسبة لهذا الفيديو اللي تروج بأن المركز الإنكولوجيا بإقليم الحسيمة لا يقدم خدمات لمرضى السرطان، فهذا مجرد مغالطات، حيث أن المركز منذ تدشينه من طرف صاحب الجلالة في يوليوز 2008 وهو يقدم خدمات باستمرار لمرضى السرطان، حيث منذ 2008 قدم ما يقارب 33 ألف عيادة طبية لصالح مرضى السرطان، وفيهم فاد العيادة الطبية ما يناهي 16 ألف حصة من العلاج الكيميائي. بالنسبة للرسالة التي تنوجها لساكنة إقليم الحسيمة والمناطق المجاورة، خصوصا إقليم الدريوش وإقليم الشاون وتازة، لكي يستفدوا من خدمات المركز الجهوي للأنكولوجيا، فتنقل لهم أن المركز يقدم خدمات كجميع كباقي مراكز الجهوية للأنكولوجيا في المغرب، وليس هناك أدنى تهاون في تقديم هذه العلاجات بالنسبة لمرضى السرطان.